ذهب الشعلة يبحث ربما عن هدف ثاني، وهنا الآن فرصة تسديده. مانديس والهدف الثاني لمصلحة الخدود. كاكا فضل ان يلعبها مباشرة عن تمريرها لزميله، وبالتالي وضعها في المرمى. شوف الثقة، ثقة كبيرة عند كاكا مانديس اللي وضعها في الزاوية البعيدة. تونسية سعودية برازيلية مع اجواء هذه المتعة، مع اجواء الاثارة والطرب والقلق. الله 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 الله. واحد اثنين، راحت على فين؟ راحت على فين؟ في المرمى جول كم تجل اسماء لان تصل الى العناوين. الله السلام يا كاكا يا منديز، واحد مقابل واحد. برافو النهضة، برافو الخدود، حلوة فريق بيشا. هنا الكرة الملعوبة والعرضية، البحث عن الرأسية والهدف الأول.